سلام من الله عليكم. هذه حلقة جديدة من أنباء وأراء قمة الكوميسا. استمرارا للجهود المصرية المبذولة للعودة إلى قلب القارة السمراء من منطلق شعار الأمن لتحقيق التكامل من أجل التنمية، جاء تفعيل دور التكتلات السياسية والاقتصادية كضرورة لمواجهة التحديات القارية في ظل تغير ميزان القوى الدولية. فقد أظهرت الأزمات العالمية الأخيرة كما تابعنا كأزمة كورونا والتغيرات المناخية أظهرت الحاجة الماسة للتكامل والشراكة الإقليمية والدولية، الأمر الذي ظهر بوضوح في القمة 21 لدول تجمع الشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، ثاني أكبر تجمع إفريقي بعد التجمع المعروف بالساحل والصحراء. تولي مصر رئاسة الكوميسا وإطلاق الاستراتيجية متوسطة المدى 2021-2025 يعد الطريق نحو استكمال الأجندة المصرية الإفريقية وتحقيق استراتيجية إفريقية لتعزيز أطر التعاون والتبادل التجاري ومواجهة التحديات لخلق تكتل اقتصادي فاعل ومؤثر على كافة المستويات. تمثل اجتماعات الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة نافذة أمام تحقيق التنمية من خلال مواجهة التحديات الفردية للدول أعضاء في الكوميسا بوضع رؤية استراتيجية تتخطى هذه التحديات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة واستكمال أجندة مصر نحو إفريقيا التي بدأت في تنفيذها منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، تعاظمت في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي منذ عام 2019، حيث التكامل والاندماج القاري أولوية على الأجندة المصرية في رئاسة هذه المنظمة الإفريقية الدولية المهمة. مشاهدينا الكرام، قمة الكوميسا موضوع أنباء وآراء اليوم، وأرحب بحضراتكم مرة أخرى وأرحب بضيفتنا في الاستوديو الدكتورة هويدة عبد العظيم عبد الهادي، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا يا دكتورة، وعميد معهد الدراسات المتطورة بالقطامية. أهلا وسهلا يا دكتورة. أهلا بك. أهلا وسهلا. موضوعنا قمة الكوميسا. أستاذنا حضرتك، نتابع هذا التقرير الذي يقدم بعض التفاصيل، بعض الحقائق، بعض المعلومات منذ تسلم مصر رئاسة الكوميسا، ونبدأ الحوار. مثلما كان عام الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي في 2019 عاما استثنائيا مليئا بالإنجازات، سيكون عام رئاسة مصر لتجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا كوميسا مليئا بالحيوية والفعالية أيضا، وبما يليق بقيادة مصر مثل هذا التكتل الذي يضم في عضويته 21 دولة. يأتي هذا بعد أن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة منظمة كوميسا من رئيس دولة مدغشقر بعد غياب دام نحو 20 عاما على رئاستها بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع. تزامن الحدث مع استضافة القاهرة قمة المنظمة 21، وكعادتها تواصل مصر جهودها المبذولة لتوسيع دائرتها الإفريقية بهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز الوجود المصري في إفريقيا بشكل عام ودول كوميسا بشكل خاص في المجالات كافة، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي لمصر نحو القارة. وكعادته أيضا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذا التجمع الإفريقي الكبير أن يجعل مصر جسرا بين إفريقيا والعالم، الأمر الذي أكدته حالة الاستقرار الأمني والاقتصادي لمصر وفتح آفاق كبيرة لزيادة الصادرات وتعميق التعاون في المجالات المختلفة، إضافة إلى قنوات الاتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة من خلال إقامة منطقة تجارة حرة يتبعها إقامة اتحاد جمركي، ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء
لتفادي الركود الاقتصادي الذي شهده العالم في ظل جائحة كورونا. وفي النهاية فقد نجحت استراتيجية الرئيس السيسي في استعادة الريادة المصرية أو الدور المصري في إفريقيا وضخ مياه كثيرة في نهر العلاقات المصرية الإفريقية الذي كاد يجف، لتكتمل عملية تصحيح لمسار ما كان يمكن القبول أن يظل على نحو ما كان عليه في السنوات الماضية. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وأجدد الترحيب بضيفتنا الدكتورة هويدا عبد العظيم، الأستاذ أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة وعميد المعهد العالي للدراسات المتطورة بالأطامية. أهلا يا دكتورة. أهلا بك دكتورة. يعني الكوميسا من حيث كونها منظمة، هل رئاسة مصر جددت أهدافها، طورت من أهدافها؟ يعني أريد أن أكون في صورة المشهد منذ تسلم مصر رئاسة هذه القمة. هي بداية الكوميسا نشأت في 1981 تحت اسم منطقة التجارة التفضيلية، ثم تدرجت ثم حصلت وبقت جماعة شرق أفريقيا، الجماعة الاقتصادية لجنوب شرق وجنوب أفريقيا في 94. كان الغرض منها تعزيز التجارة ودعم التعاون بين الدول الأعضاء. طيب من 94 كان عددهم قد إيه؟ كان حوالي 19 دولة. النهاردة عددهم كام؟ 21 دولة بعد انضمام الصومال وتونس. الـ21 دولة دول بيمتدوا من تونس في الشمال لغاية زيمبابوي تحت في الجنوب. إيه الغرض من هذا التجمع اللي بيضم 21 دولة؟ الغرض منه تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء. مصر انضمت إمتى لتجمع الكوميسا؟ انضمت لها في سنة 98، ثلاث سنين على سنة 2000، وتسلمت مصر رئاسة منظمة الكوميسا. بعدها بعشرين سنة في 2021 تسلمت مصر رئاسة الكوميسا. يعني دي مش أول مرة مصر بتتسلم رئاسة الكوميسا. طيب ايه الغرض من انضمام مصر لمثل هذا التجمع؟ التجمع ده اولا ليه اصلا في تكتلات اقتصاديه؟ التكتلات الاقتصاديه دي بتزود من القوه التفاوضيه للدوله امام العالم الخارجي. احنا عندنا تكتلات اقتصاديه على مستوى العالم، سواء الافتا او النفتا او جماعه حلف وارسو، يعني في تجمعات كتيره، ميركسور، في بريكسيت، فكل دول تجمعات اقتصادية عالمية لابد من الدول النامية تاخد زي الأسيان، لازم تاخد شكل التكتلات وفقا لاتفاقية ليجوس اللي عقدت 1980. 1990 بعدها بعشر سنين عملوا اتفاقية أبوجا. اتفاقية أبوجا دي كانت بتحرص على تكوين جماعة اقتصادية لأفريقيا ككل، وده لمواجهة التكتلات الاقتصادية الكبيرة. طيب معنى كده كان عندنا تجمع الكوميسا وعندنا تجمعات أخرى، عندنا 14 تكتل اقتصادي في أفريقيا، منهم 7 رئيسيين و7 فرعيين، لكن من أكبرهم الكوميسا بعد تجمع الساحل والصحراء زي ما جه في التقرير. طيب إيه فايدة مصر من الدخول في مثل هذا الجماعة الاقتصادية؟ أول حاجة لازم تستفيد من سوق مقدار أو عدد سكانه 500 مليون نسمة، يعني الطلب على منتجاتها كبير، نمرة واحد. نمرة اتنين التمتع بالإعفاءات الجمركية، لأن هم عملوا منطقة تجارة حرة سنة 2000. المنطقة دي موقع عليها 9 دول، وبعديها بأربع سنين دخلت رواندا وبروندي. عدد دول منطقة التجارة الحرة داخل الكوميسا أصبح 14 دول، يعني هيتستفيد من تخفيض وإعفاء جمركي كبير. طب خلينا دكتورة يعني نبدأ بهدف، يعني نحن نتحدث عن سوق في حوالي نصف مليار شخص، بالزبط. 500 مليون نسمة، هل بالفعل مصر بدأت في الاستفادة في دخول هذه الأسواق، في الاستفادة من هذه القدرة الشرائية المتاحة أمامنا؟ خير الدليل عندنا حجم التجارة البينية بين مصر ودول الكوميسا. أولا حجم التجارة بيصل ل 2 مليار و700 مليون. حجم الصادرات دولار ولا جنيه؟ دولار. تمام.
حجم الصادرات المصرية للكوميسا 2 مليار، حجم الواردات 700 مليون، يعني الميزان التجاري لصالح مصر. طيب يعني أنا دلوقتي مصر مستفيدة من دخولها في هذا التجمع الكبير. مصر بتصدر إيه للدول دي؟ وبتستورد منهم إيه؟ مصر بتصدر المنتجات الصناعية والغذائية، السكر، الرز، الصناعات الهندسية، الأدوية، أيضا في حاجات كتير أيضا زي السيراميك، الأدوات الصحية، كل دي مصر بتصدرها لهم. طب بتستورد منهم إيه بقى؟ بتستورد منهم نحاس، شاي، بن، تبغ، جلود، لحوم حية. أنا لو جيت على بند اللحوم الحية ده، إحنا عندنا أسعار اللحوم في السوق المصري مرتفعة، وانس إنها بتدخل في تجمع اقتصادي زي الكوميسا هتستفيد من هذا المنتج المتوافر في الدول الإفريقية وبأسعار زهيدة. يبقى أنا لما دخل المنتج ده داخل السوق المصري هدخله بأسعار مخفضة لأني بستفيد من الإعفاءات الجمركية. طيب الحديث عن إطلاق ما يسمى الخطة الاستراتيجية طويلة المدى، ما المقصود بها دكتور؟ هنا الخطة الاستراتيجية بيقصد بيها تسهيل عملية حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية، وبيقصد بيها أيضا التحول الرقمي، يعني نستعمل أدوات وأساليب الاقتصاد الرقمي. إيه هي أدوات وأساليب الاقتصاد الرقمي؟ التجارة الإلكترونية، الفاتورة الإلكترونية، يبقى عندي معلومات إيه الدول دي عندها إيه وأنا عندي إيه، يبقى عارفة السوق اللي قدامي ده محتاج إيه وهم محتاجين مني إيه. هنا هتبقى وسائل الدفع هتبقى سهلة، عملية تسوية المدفوعات هتبقى سهلة، هتبقى في معرفة، هيقوم على الاقتصاد المعرفي. ففي الحالة دي هيبقى السوق مفتوح قدامي، مش محتاجة اني ابعت حد واشوف السوق ده محتاج ايه، لا انا بشوف بالارقام السوق ده محتاج ايه مع جودة المنتج المطلوب. تطور تكنولوجي او رقمي لابد منه، فلما يأتي بقيادة مصرية افضل ما يأتي من اوروبا مثلا او من امريكا. بالضبط. ومصر ليها دلوقتي الخبرة وليها الفرصة انها تدخل هذه الدول في اطار التعاون والارادة السياسية المتاحة لدى الحكام ولدى الشعوب. مصر بدأت تستعيد دورها الريادي في افريقيا. تمام. طب دكتورة، يعني الرئيس السيسي في كلماته حدد اهم ملامح الرؤية المصرية، نحن تحدثنا ماذا استفادت مصر وماذا تستفيد مصر وماذا يمكن ان تستفيد مصر من قمة الكوميسا، لكن بهذه القيادة المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي كلمته، ما الذي يمكن ان تقدمه مصر لتلك الدول؟ مصر ليها باع طويل في مجال الصناعة، والدول الإفريقية ليست كلها وإن كان بعضها يفتقر إلى هذا الجانب. فإحنا عندنا الخبرات الفنية والاستشارية والمهندسين والزراعيين، كل دول ممكن إن إحنا نصدر لهم الخبرات الفنية بتاعتنا على المستوى الزراعي والصناعي والتقنية لتستفيد هذه الدول. رجال الأعمال ليهم دور وطني وبيروحوا يستثمروا في الدول الإفريقية إلى جانب قطاع الدولة اللي بيستثمر هناك بشكل رسمي. طيب قمة الكوميسا أو تجمع الكوميسا بهذه الرؤية المصرية كيف يمكن أن تسهم في الرؤية الإفريقية العامة؟ لما نتحدث عن أجندة للاتحاد الإفريقي أو أجندة تنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، ما الذي يمكن أن تقدمه الكوميسا؟ أجندة أفريقيا هي 2063. تمام. ليه 2063؟ ليه ما كانتش 65؟ ليه ما كانتش 60؟ احنا جم في 2013 اجتمع رؤساء الدول الأفارقة وقالوا عايزين 50 سنة نعمل فيها أجندة، خطة استراتيجية طويلة المدى، نعرف هذه أفريقيا التي نريدها. يعني احنا عايزين نبقى ايه على مدار الخمسين سنة، يبقى من 2013 ل2063، يبقى الخمسين سنة دول. الخمسين سنة دول عايزة تحقق النمو الشامل والتنمية المستدامة، وعايزة تحقق الرفاهية للمواطن الافريقي، وعايزة ترفع من مستوى معيشته. اهم حاجة عشان تدخل بيها الدول الافريقية عشان نبقى على قاعدة وين وين، ان انا اكسب وانت تكسب في نفس الوقت، ان انا ادخل في القطاع
الاجتماعي، بمعنى ان انا ادخل في قطاع التعليمي والصحي. النهارده الدول دي بتفتقر الى هذا الجانب. احنا عندنا كوادر فنيه طبيه بتروح بعثات لهذه الدول الافريقيه تحت مظله وزاره الخارجيه وصندوق التعاون الفني والوكاله الاقليميه للكوميسا. في اطار 2063 مصر عملت الخطه الاستراتيجيه بتاعتها، بس عملت خطه متوسطه الاجل هي من 2021 ل 2025. الخطه دي عايز يعمل منها ايه؟ ان هي التحول الرقمي، وان هو يحاول على تعزيز التعاون بين الدول الافريقيه مع مصر، وعلى تحرير التجاره البينيه ودعمها وتعزيزها من خلال التحول الرقمي او يعني الرقمنه. الرؤيه المصريه كانت اكثر واقعيه، يعني برضو لما بنتحدث عن نصف قرن، عن 50 سنه حتى 2063، ربما فيها نظرة حالمة أكثر منها واقعية، فجاءت الرؤية المصرية أكثر واقعية. كل الأحلام بتصبح حقيقة. طب أنا دلوقتي لو قلت ليه، إزاي الحلم ده يتحقق؟ أعرف الأول جوانب الضعف اللي عندي عشان أحولها لنقاط قوة. بمعنى أنا النهاردة ما عنديش وسائل ربط بين الدول الإفريقية، وسائل نقل البضائع. قد يكون هناك في وسائل نقل المعلومات وتبادل الخبرات، لكن نقل البضائع بقى هيتم إزاي؟ يبقى لابد من وجود بنية تحتية. البنية التحتية بتنقسم إلى مرافق عامة، يعني كهرباء ومواني وطرق ومطارات، واللي هي الأخرى الجانب الآخر الاتصالات. الاتصالات احنا دلوقتي بنمشي على هذا النسق وابتدينا بيه، بحيث ان انا ابقى عارفة هم عايزين التطوير ايه بالظبط. يبقى امامي البنية التحتية. البنية التحتية منطقة التجارة الحرة القارية بتهدف الى تعزيز الطرق المواصلات بين على مستوى القارة، اهمها الطريق اللي جايب من القاهرة لكيب تاون اللي هو كايرو كيب، بياخد من شمال القارة لجنوبها. في خطوط عرضية أيضا بتخدم الدول الإفريقية. يبقى الخطوط اللي بتتعمل دي سواء برية أو حديدية دي عشان تنقل البضائع. يبقى كان العيب اللي عندي أو التحديات اللي عندي في تعزيز التجارة البينية أو عملية انخفاض التجارة البينية بين الدول الإفريقية هي وجود معارض دائمة او عدم وجود السلع بشكل تام. تطوير البنية التحتية هذا امر واضح في مصر بالزبط. لكن هل بنفس الدرجة او على حتى بدرجة ما في هذه الدول؟ زي ما قلت لحضرتك، طالما ان انت عندك ميزة تنافسية وعندك الخبرة دي، ليه ما تنقلهاش للدول الافريقية على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص؟ انت عندك بعض الشركات القطاع الخاص عاملة فعلا سكك حديدية بين دول افريقية. ده على مستوى القطاع الخاص. لو جينا بقى الخبرة المصرية حاليا في الوقت الحالي في المجال البنية التحتية، ممكن جدا انها تنقل الخبرات دي للدول الافريقية ونبدأ بدول الجوار. طيب فيما يخص خطة الامم المتحدة العامة، يعني قمة الكوميسا، هل في توازي، في مشاركة، في يعني توافق بين خطة الكوميسا او قمة الكوميسا والخطة المستدامة للأمم المتحدة؟ هي الخطة بتاعت أفريقيا اللي هي بتاعت أجندة 2063 دي بتقوم على تعزيز ورفع مستوى المواطن الأفريقي، تحقيق التنمية المستدامة. طب التنمية المستدامة يعني إيه؟ التنمية المستدامة يعني بتجمع ما بين التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية والتنمية البيئية، ثلاثة ركائز بتقوم عليها التنمية المستدامة. التنمية الاقتصادية دي كانت بتعتمد على متوسط دخل الفرد، لما يبقى دخل الفرد عالي يبقى البلد دي كويس، وده كان مؤشر مضلل. طيب التنمية الاجتماعية دخلت بقى ورفعت مستوى الصحة والتعليم، يعني أخدت في الاعتبار مؤشر التعليم والصحة، يبقى قد إيه المؤشر بتاعه ده هيدي لك مؤشر التنمية الاجتماعية. لو جينا بقى المؤشر الثالث وهو البيئة، هنا بقى الحفاظ على البيئة وتخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون واتباع الاقتصاد الأخضر، اتباع والطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة سواء كانت طاقة رياح، طاقة شمس، اللي هي الطاقة الحرارية المنبعثة من باطن الأرض. فهنا أصبحت الخطة بتاعة أفريقيا أو خطة أجندة 63 وما ينطبع على الكوميسا كله بيمشي في إطار خطة الأمم المتحدة. الدكتورة يعني
لما بنتحدث عن افريقيا الكوميسا كتجمع اقتصادي او كقمه اقتصاديه بالدرجه الاولى ثم اجتماعيه، لكن لا يغيب عن اي مراقب للشؤون الافريقيه عموما ان الصراعات الداخليه في افريقيا هي اكثر ما يعطل هذه القاره او اي تجمع داخل هذه القاره. هل قمه الكوميسا تاخذ ايضا بعين الاعتبار المشاكل الصراعات، حل المشاكل والصراعات خاصة بين الدول الأعضاء في هذه القمة؟ بالطبع، أولا دايما الصراعات والانقلابات بتحصل في الدول الإفريقية، وإن كانت عملية الانقلابات بتقل لكن الصراعات ما زالت موجودة. الصراعات دي بتبقى بفعل عوامل خارجية وداخلية، فإحنا مش هنقول إن إحنا من برة بس، لا ده من برة ومن جوة. لوصول مثلا لرغبة بعض القبائل إن هي عايزة توصل للسلطة والسيطرة. طيب هل الكوميسا عندها الآلية اللي هي تقدر تحسم بيها هذه الصراعات او تحاول ان هي تعمل كومبرومايز؟ فقال لك في اللي هي محكمة العدل التابعة للكوميسا، في بعض القضاة حلفوا اليمين في اطار هذا، في مفوضية ايضا مفوضية المنافسة برضو، دي بتبقى على الصعيد السياسي لحل المشاكل بين الدول الافريقية مع بعضها البعض. تمام. طيب اسمعيني يا دكتورة، أيضا أرحب بضيفي على الهاتف سيادة اللواء محمد عبد الواحد الخبير في الأمن القومي والمتخصص في الشؤون الإفريقية. أهلا سيادة اللواء. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بضيفتك الكريمة، وأهلا بسادة المشاهدين. فندم، يعني كيف تابعت قمة الكوميسا؟ احنا توقفنا في نقطة هنا مع دكتورة وايدة بنتحدث عن أن أهم ما يعوق هذه القارة أو أي تجمع داخل القارة بعيدا عن التواصل أو المشاكل الاقتصادية هو الصراعات السياسية والصراعات القبلية داخل هذه التجمعات. كيف تنظر مصر إلى حلول هذه المشكلات؟ في نقطة غاية في الأهمية، على الرغم من أن الكوميسا بتعد منظمة إقليمية ذات أهداف اقتصادية، لكنها بتسعى جادة لتحقيق الأمن والسلم داخل الأقليم باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أي برامج تنمية اقتصادية أو اجتماعية داخل الأقليم. والكلام ده الحقيقة ورد في المادة 163 من اتفاقية الكوميسا. يعني الكوميسا كمان مش بس اقتصادية، دي بتقوم على تقوية العلاقات السياسية بين دول الأقليم، وبتعمل ما بينهم تعاون متبادل، لان مفيش تنميه اقتصاديه او تنميه اجتماعيه الا بدون تحقيق سلم واستقرار. نرجع لاستضافه العاصمه الاداريه الجديده لقمه السوق المشتركه لدول شرق وجنوب افريقيا. ده الحقيقه انا شايف انه بيعني الكثير في اطار التعاون الافريقي الافريقي، عشان يؤكد مدى التزام الدوله المصريه واهتمامها ببناء تكامل اقليمي في وقت بالغ الأهمية، في ضوء تحديات بيواجهها الاقتصاد العالمي كله بسبب جائحة كوفيد-19، وكمان تأثيرها على الدول الأفريقية اللي هي ما عندهاش القدرة على مواجهة هذه الجائحة بالقدرة الكبيرة. السياسة المصرية بتولي استراتيجية كبيرة جدا لتعزيز التكامل الإقليمي لدول القارة. فنجد ان الدولة المصرية مش بس هي القمة دي اللي شاركت فيها الكوميسا، لكن اقامت العديد من الفعاليات السابقة المتعلقة بالكوميسا، زي مثلا كان عندنا في قمة افريقيا 2018 اللي اتعملت. لكن اسمح يا سيادة اللواء، يعني دعنا نتحدث بشكل اكثر تفصيلا عن الكوميسا، يعني هذا هو محور حديثنا. ده مرتبط، ده اللي انا بقوله ده مرتبط بالكوميسا، هي ليست المره الاولى. يعني احنا في قمه 18 كانت متعلقه بالكوميسا، كنا اول مره نجيب الوكاله الاستراتيجيه للتنميه، ودي تابعه للكوميسا بالتعاون مع وزاره التعاون الدولي والاستثمار، وعملنا قمه اول مره. يعني هنا كنا بدايه ان احنا نلتمس ايه هي اهم المشاكل اللي موجوده داخل الكوميسا، ازاي نشارك رواد الاعمال انهم يطرحوا رؤى جديدة لتفعيل عملية الكوميسا، ازاي نفعل آليات العمل الافريقي المشترك. كل ده تم، وتم كمان خلال القمة المصغرة اللي تمت ما بين المنظمات الاقليمية والاتحاد الافريقي، سواء في 2019 او في 2020 عن طريق الفيديو كونفرنس كان بيتولاها الرئيس عبد الفتاح السيسي. كنا بنتحدث على كيفية ان انا اعمل تكامل ما بين الكوميسا وما بين الاتحاد
الإفريقي، وإن أنا أحاول إن أنا أتخلص من المشاكل والعوائق اللي بتقابل المستثمرين. يعني كله كان في إطار الكوميسا. الكوميسا بالنسبة لي يعني لها أهمية قصوى، بلد فيها. طب يعني بالفعل واضح من الكلام والمتابعة لهذه القمة في العاصمة الإدارية، مصر حققت أهدافا واضحة من خلال رئاستها لهذه القمة، لكن ماذا ينقص هذه القمة؟ ما هي الأولويات المصرية في الفترة المقبلة؟ ان انا افعل اليات العمل الافريقي المشترك خلال الفتره القادمه، ان انا احاول ان انا احل مشاكل. انا عندي اولا اهم مشكله واهم تحدي هو الكوفيد او الوباء الكورونا اللي منتشر، وبالتالي لازم يبقى فيه تعاون في هذا. لازم انقل التجربه المصريه في عمليه احتواء هذا الوباء، وان انا استطعت ان انا اصنع التطعيم، اقدر اساعد بيه الدول الافريقيه، لان انا ما اقدرش اتحرك تحرك جاد في ظل وباء بهذا الشكل. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يجب العمل على محاور التنميه. عشان احقق تنميه فعليه يجب ان انا اسرع من عمليه البنيه التحتيه. هي ماشيه ببطء، يجوز اللي وقفها الوباء المنتشر، ولكن انا يجب ان انا اسرع في مشاريع البنية التحتية اللي مصر بتساهم فيها بدرجة كبيرة، سواء مشروع يعني بنسميه المشاريع العابرة للقارات، سواء مشروع القاهرة الكبرى. سيد لواء، يعني هناك نقطة أيضا أساسية لا يمكن أن نتغاضى عنها. نحن نتحدث عن تجمع جغرافي أيضا قبل أن يكون تجمعا اقتصاديا، فيه ما فيه من إرهاب أو فيه ما فيه من تاريخ إرهاب. كيف يمكن أن تصدر مصر تجربتها في مكافحة الإرهاب إلى هذه القمة وهذه الدول؟ دي نقطة مهمة جدا. زي ما اتفقنا مع حضرتك أن عندي المادة 163 من اتفاقية الكوميسا بتتناول عملية السلم والتنسيق فيما بين الدول. أستطيع أيضا أن أنا يعني زي ما أنا عامل تعاون مع دول الساحل والصحراء، أستطيع أن ننقل أو هذه التجربة في أعمل مركز لمكافحة الإرهاب خاصة به دول الكوميسا، خاصة ان بدأ الارهاب او التنظيمات الارهابية تتجه ناحية دول الكوميسا. نجد في شرق الكونغو هناك تنظيمات تابعة لتنظيم داعش، عندي في الصومال عندي تنظيم شباب المجاهدين في الصومال سواء بشقه القاعدي او بشقه الداعشي، وانتقال وقام خلال الفترة السابقة بنقل عملياته من الصومال الى دول الجوار، وكلها دول في الكوميسا. أستطيع أن أنا أعمل تعاون في مجال تبادل المعلومات، تدريبات مشتركة، تداول قاعدة البيانات ما بيني وما بين هذه الدول وبسرعة عالية. أعمل كمان مشاريع التنمية. التنمية من أهم الأساسيات طبعا في علاج الإرهاب. التنمية يعني هلاقي فرص عمل للشباب، يعني مش هيبقى فيه بطالة، وهكذا هقضي على مشاكل كثيرة جدا، ليس الإرهاب وحده ولكن كمان الجريمة المنظمة وشبكات الجريمة المنظمة. شكرا جزيلا للسيادة اللواء محمد عبد الواحد، الخبير المتخصص، الخبير الأمن القومي المتخصص في الشؤون الإفريقية. دكتورة، يعني نحن نتحدث عن تجارب مصرية عدة يمكن أن أو بالفعل بدأنا في تصديرها إلى قمة الكوميسا. تحدثنا عن التنمية، عن البنية التحتية، تحدث سيادة اللواء عن مكافحة الإرهاب ودعم السلم والأمن القوميين. ماذا يعني على أرض الواقع، ما الذي تحقق بالفعل كأرقام بين هذه الدول بعيدا عن مصر؟ يعني نتحدث عن مصر ميزان تجاري 2 مليار، ما يقارب 3 مليار 2700 مليون دولار هو الميزان التجاري، وهو لصالح مصر بنحو 2 مليار دولار. هل هناك أرقام فيما يخص القمة عموما، التعاون بين هذه الدول؟ هو احنا لو قلنا ان معظم التجارة البينية ما بتعديش يعني من 6 مليار ل 8 مليار، لكن هتلاقي ان مصر مستحوذة على جزء كبير من التجارة البينية. تقريبا بيصل 20% من الصادرات للكوميسا بتستحوذ عليها مصر، او اكتر بالارقام بالضبط. طيب احنا لو اتكلمنا ايه الواقع
أو يعني دور مصر إيه في الكوميسا، هنلاقي أن الفقرة 158 من اتفاقية الكوميسا بتنص على تعزيز الاستثمار والتعاون في مجال الاستثمار، والفقرة 164 بتركز على تعزيز التجارة البينية بين الدول. مصر إيه بقى عملت إيه في هذه الجزئية؟ إحنا عندنا الوكالة الإقليمية للاستثمار مقرها في مصر، بتعمل تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. في إيه تاني؟ عندنا برضو مصر عضو في المفوضية العامة للمنافسة في الكوميسا. أيضا مصر عضو فين؟ في مجلس الأعمال للسيدات اللي هي بترأس السيدة الأستاذة الدكتورة أماني عصفور. فهتلاقي وجود لمصر في كل من هياكل المنظمة الكوميسا. لما بنتحدث عن أي تجمع اقتصادي أو تجمع جغرافي، الذهن دائما يذهب إلى أن المشروعات لابد أن تكون مشروعات ضخمة عملاقة بخطة سنوية طويلة المدى، لكن هل يمكن أن يكون هناك دور وفق الرؤية المصرية للمشروعات الصغيرة أو المشروعات حتى متناهية الصغر لتأكيد التنمية بين هذه الدول؟ هو الحقيقة دي من ضمن التحديات اللي بتقابلنا في مجال التعاون مع الدول الأفريقية، أن المشروعات الصغيرة لسه لم تأخذ الدور الواضح ليها. أما المشروعات اللي هي بتبقى عابرة القارات، فدي من أهم التحديات اللي بتواجه التعاون بين مصر والدول الأفريقية يعني، لكن بيبتدي التغلب عليها من خلال الخطوط الحديدية والبرية اللي بتنقل ما بين مصر وبقية الدول. أيضا في خط اللي هو الخط الحرير اللي هو بيربط بين بعض الدول الإفريقية، اللي هي أشارت إليه الصين وبدأت إن هي بالفعل بتنفذ جزء كبير منه. فده هتستفيد منه معظم الدول، وخصوصا الدول اللي هي بتبقى على جانبي الخط الحديدي ده، فبتنشأ حواليه مناطق عمرانية وسكانية. طب دكتورة، يعني لو خرجنا من إطار هذه المساحة الجغرافية أو القمة، قمة الكوميسا، وبنظرة عامة على القارة الإفريقية، يعني لما نتحدث من عدة عقود، يعني كانت آسيا أفريقيا هناك مناطق أكثر فقرا في العالم، مناطق صراعات، لكن مؤخرا شهدنا نموا هائلا في آسيا، لكن ما زالت أفريقيا بعيدة عن هذه النظرة الاقتصادية أو الطموح الاقتصادي. هل ما زالت نفس المعوقات، نفس التحديات التي تواجه القارة السمراء؟ هي مش هنقول ان احنا ما زلنا في المراحل المتدنية من النمو الاقتصادي، احنا حققنا 5% سنة 2019 كان معدل النمو، لكنه جه في 2020 بسبب الكوفيد او بسبب كورونا نزل 4.2%. لما نزل معدل النمو ده كان على العالم كله ومن ضمنه افريقيا، لكن يتوقع انه في 22 انه يوصل ل6%. معنى كده ان في عمل مستمر لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مش بنفس درجة ما نراه في آسيا كعموما. آسيا اعتمدت على الصناعات الصغيرة ودي لم تعتمد عليها أفريقيا، ويمكن يكون أن ده جزء كبير بنعول عليه في عدم الاهتمام بالجانب الصناعي في الدول الأفريقية. احنا النهاردة لينا الفرصة كدولة مصرية للدخول لهذه الدول لنقل الخبرة الصناعية، نقل خبرة في مجال الطاقة والنقل والصناعة. فاحنا عندنا الخبراء بما يكفي وعندنا القدرة على المنافسة في هذا المجال. دكتورة اسمحيلي أشرك أيضا معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ أكرم. يعني بين رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في 2019 والآن رئاسة مصر لقمة الكوميسا 2021، ماذا استفادت مصر وماذا أيضا قدمت مصر؟ والحقيقة يعني منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي هو بدأ إعادة صياغة علاقة مصر بدائرتها الأفريقية، وإحنا عارفين إنه مصر دوائرها التقليدية كانت الدائرة الإسلامية والدائرة العربية والدائرة الأفريقية، ثم هو رئيس أحيا الدائرة المتوسطية كمان وأوروبا وكده. فطبعا العلاقة مع أفريقيا
كانت قوية جدا في فترة من الفترات وتوقفت منذ السبعينات لأسباب كثيرة، لكن في خلال هذه الفترة حصل تحولات سياسية وتحولات اقتصادية. الرئيس عبد الفتاح السيسي ليه بس يعني حتى قبل رئاسة مصر للسنة بتاعت الاتحاد الأفريقي وبعدها الحقيقة قدم الكثير في سياق أنه يقدم مصر جسر بموقع الجغرافي وبنفوذها وتأثيرها الإقليمي، هي جسر بين الدوائر المختلفة اللي احنا تحدثنا عليهم، وبالتالي فعشان كده الرئيس عمل أفريقيا الصين، أفريقيا اليابان، أفريقيا أوروبا، أفريقيا روسيا، يعني ده جزء مهم جدا، وإنه بيقدم أفريقيا باعتبارها إن هي مش بس مواد خام أو كده، إن من حقها إن يكون فيها تنمية ويكون عندها استثمارات ويكون عندها كتير. والحقيقة أفريقيا عانت على مدى يعني الدول الكبرى وغيره والاستعمار والفترة دي مسؤولية كبيرة عما جرى في تأخر بعض الدول الأفريقية وغيره. فالرئيس الحقيقة يعني كان بيبني هذه العلاقة، وأثناء الاتحاد رئاسة الاتحاد كان في هذا الأمر، وبعديها الحقيقة استمرت هذا الأمور، علاقات ثنائية، علاقات شاملة، اتفاقية التجارة القارية، يعني الحقيقة تفاصيل كثيرة مصر ساعد إليها وقدمتها. طب أستاذ أكرم، نحن نتحدث عن قوة شرائية، عن سوق ضخمة من عدد السكان، هناك تنافس صيني أمريكي أوروبي ربما أيضا دول في آسيا غير الصين على هذه القوة الشرائية وهذا العدد من السكان، هل مصر أيضا برئاستها الاتحاد الأفريقي ثم قمة الكوميسا لا تخلو النظرة المصرية أيضا من محاولات استغلال هذه الأسواق؟ الحقيقة ده مصر بتطرح فكرة يعني أكثر عمقا من هذا الأمر. طبيعي جدا أنه كل دول العالم بتسعى في حالة منافسة ضخمة في الإنتاج الصناعي، في التجارة، في العلاقات التجارية، في الاستثمارات، في استغلال المواد الخام. لكن الحقيقة مصر واخدة الأمر بشكل مختلف، لأن مصر دائما بتطرح شعارها الشراكة والتعاون. الشراكة والتعاون بمعنى أنه كل الأطراف ممكن مصالحها تتحقق، ومصر بتطرح أنه أفريقيا يكون لديها فرص حقيقية في التنمية، وأنه الدول حتى في قمة المناخ مؤخرا يعني مسؤولية الدول الكبرى على أنها تسدد ما عليها لإصلاح المناخ بالشكل اللي يدعم حق الدول الأفريقية في التنمية، لأنه كمان مصر بتقول أنه تراجع التنمية في أفريقيا بيؤدي إلى هجرة غير شرعية وإلى تطرف وإرهاب، كلها بتؤثر مش بس على دولها، بتؤثر كمان على العالم. فبالتالي فكرة أنه يبقى كل الأطراف تحقق مصالحها دي فكرة الشراكة والتعاون اللي بتطرحها مصر، على اعتبار أن مصر ممكن فعلا شغل أفريقي واسع جدا وممتد وغيره، وفي نفس الوقت مش بس يبقى سوق، يبقى كمان قدرة على توطين صناعات، توطين التكنولوجيا، قدرة الدول الأفريقية على التنمية. في هذه الحالة هتنمي نفسها هذه الدول، وفي نفس الوقت هي برضو سوق، وفي نفس الوقت يبقى احنا إذا مواد خام في التبادل أو في استثمارات مصرية مثلا أو ما يسمى التكامل فيما يتعلق بأنه الدول الأفريقية لديها إمكانات زراعية ضخمة وتحتاج الى استثمارات في هذا الامر. والان يا استاذ اكرم، يعني الدكتوره هويدا ذكرت ان الميزان التجاري بين مصر وقمه الكوميسا يعني احنا بنتحدث عن 2 مليار و700 مليون دولار، وهو في صالح مصر ب 2 مليار. صحيح، ويمكن مضاعفه هذا الامر، وكمان هذه الدول نفسها تربح فيما يتعلق بالاستثمار وبغيره. يعني هذه الارقام، السوق الافريقي مفتوح جدا بالمنتجات المصريه بشكل كبير، وزي ما احنا قلنا كمان مصر جسر لانه كمان تساعد الدول الافريقيه في انها تصدر، اذا عملت استثمارات وتصدر منتجاتها الى اوروبا وغيره، المنتجات الافريقيه الزراعيه يعني سله غذاء العالم في افريقيا، فتستطيع لو تم وضع استثمارات مهمه وتعاون وشراكه كبيره تتضاعف هذه الأرقام. نعم. إلى الضعف أو ونرجو ذلك جميعا. شكرا جزيلا، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أكرم القصاص الكاتب الصحفي ورئيس تحرير اليوم السابع. دكتورة وايدة، بعيدا عن الكوميسا في إفريقيا عموما والوجود المصري، ربما هناك تطور في الدور المصري
في إفريقيا منذ تسلم مصر أو منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر. نحن نتحدث عن مشاريع ونتحدث عن أرقام، ماذا أنجز بالفعل من مشاريع على مستوى إفريقيا بوجود مصري؟ هو الوجود المصري موجود من فترة الستينات أكيد، وكان موجود بقوة من قبل الشركات العامة وخصوصا اللي هي عثمان أحمد عثمان مقاولين العرب، لغاية النهاردة في مواني مكتوب عليها بإنشاء المقاولين العرب بمصر. فإحنا لنا تواجد مصري في القلب الإفريقي منذ الستينات، يعني نقدر أقول من 50-60 سنة. هذا الدور تراجع في فترة ما ولكنه عاد بقوة مع تسلم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطة في مصر. معنى كده أن بدأت مصر تبحث عن أفريقيا، بدأت بعد ما كانت مديها ظهرها، لا دي فتحت صدرها وبدأت تحتوي الدول الإفريقية، بدأت تبعت بعثات فنية وتعليمية، بدأت تبعت بعثات طبية، بدأت تعمل مشاريع قومية بنية تحتية في بعض الدول، أصبحت عضو مراقب في بعض التجمعات الاقتصادية اللي في الغرب زي الإيكوس وزي الإيكاس اللي هي في الوسط. يعني الدور المصري أو استعادة الريادة الدور المصري في أفريقيا بقت على قدم وساق. لما بنتحدث عن مصر في هذه الفترة من أيام دول عدم الانحياز والصراع مع الاستعمار في الستينيات وقبل ربما في أواخر الخمسينيات، نحن نتحدث عن قوة مصرية أو دور مصري قوي في هذه القارة السمراء تراجع. بعض القوى حاولت أن تحل محل هذه القوة المصرية أو الدور المصري مؤخرا، هل يمكن أو متى يمكن القول إن مصر استعادت دورها إفريقيا بالكامل؟ هي مصر متى احنا نقدر نقول إن هي استعادت بالفعل من خلال التواجد الحقيقي. احنا مش تواجد على مؤتمرات وشباب وكلام من ده بنجيبهم في شرم الشيخ ونبتدي نعمل المؤتمرات وفض مجالس، لا هو بالفعل الشباب اللي بيجي لي دول هم سفراءنا للخارج، هم اللي بيشوفوا مدى التطور اللي احنا وصلنا له وبنحاول ننقل التجربة بتاعتنا. يعني منتديات الشباب دي أهم ليست حاجة. بعيدة عما نتحدث عنه الآن، شباب اليوم هم رجال الغد. أنا بتحدث عموما عن إفريقيا بالضبط، ما أنا دلوقتي بجيب الشباب الإفريقي في شرم الشيخ في ديسمبر من كل عام، ومؤسسة بتستضيف هؤلاء الشباب ليه؟ لأن الشاب النهاردة ده هو رجل الغد. تمام. فأنا بزرع في دلوقتي مدى التطور اللي حصل في مصر، مدى حب مصر للقارة الإفريقية. نعم. مدى وجود المصري في القارة الإفريقية، بيرجع الشاب بالانتماء اللي حس بيه في مصر ويرجع بيه لأفريقيا. تمام. إذا مشاهدينا الكرام، حينما تحدثنا عن قمة الكوميسا أو دور مصر في القارة السمراء، ذلك الدور الذي استعادته مصر بالفعل وثبتت أقدامها وأظهرت قوتها الاقتصادية، قوتها الناعمة، قوتها المؤثرة، نفوذها الذي تستأهله وتستحقه ومكانتها في هذه القارة السمراء في رؤية استراتيجية عامة لا تنفصل مفرداتها عن قمة الاتحاد الإفريقي، قمة الكوميسا، حتى منتدى الشباب الذي تابعناه في شرم الشيخ ونتابعه في ديسمبر من كل عام. هذه رؤية مصرية متكاملة للعودة إلى القارة السمراء. أشكر حضراتكم وأشكر ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة هويدة عبد العظيم، الأستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الإفريقية وعميد المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية. شكرا جزيلا يا دكتورة، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام. الجمعة القادمة حلقة جديدة مع زميلي عمرو توفيق، حتى نلقاكم، دمتم في رعاية الله وأمنه.